اما دلوقتي وزي ما حضراتكم متعودين جه ميعادنا مع البست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا، وزي ما احنا متعودين بنحب دايما نلقي الضوء على اكثر كتب حققت نجاح خلال الاسبوع اللي فات، اكثر العناوين اللي كانت جاذبه للناس خلال الفتره اللي فاتت. تعالوا نشوف كده مع بعض تقرير عن الكتب الاكثر مبيعا ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم. يحكى أن يقدم لكم قائمة الكتب الأكثر مبيعاً هذا الأسبوع وفقاً لما نوهت عنه دور النشر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات والترجمات الأدبية والتنمية البشرية والتاريخ. تصدر كتاب فن قراءة العقول للكاتب هنريك فاكسويس ترجمة صامويل خيري مبيعات هذا الأسبوع، وترجم هذا الكتاب إلى 35 لغة. في المرتبة الثانية تأتي رواية الجمعية السرية للمواطنين للكاتب أشرف العشماوي، وهي رواية اجتماعية سياسية. وجاء في المرتبة الثالثة كتاب نوني وحكاويها للكاتبة منى الدغيدي لتحكي فيه 35 قصة من عصارة خبراتها في الحياة. كما عادت رواية ملحمة الحرافيش لأديب نوبل نجيب محفوظ لتتصدر المشهد مجدداً ضمن قائمة الكتب والروايات الأعلى مبيعاً في المكتبات.